فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه، هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويتفقه في دين الله وأن يتعلم حتى يعرف ما أوجب الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه، وبذلك يؤدي أعماله على بصيرة وينتهي عما نهى الله عنه على بصيرة ويقف عند حدود الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة